وصلنا لليوم التاسع من تحديات سقوط التلج او تحديات الكريسماس، فان شاء الله بهذا المقطع اشرح لك التحدي التاسع ليوم 26/12، وبعد منه نحكي على خبر جديد اللي هو اضافة سيارة لملفات اللعبة من التحديث القديم، ولكن هلأ تم تحديثها وتم ارجاع هدول الملفات للعبة، فعلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. طبعا حابب اتشكركم على 19000 اخو صديق عندي بالقناه صفيان 100 ونوصل 19000، طبعا شكرا لكم على الدعم يا شباب. كان حلمنا نوصل 20000 قبل نهايه السنه، ولكن الحمد لله وصلنا 19 وان شاء الله رح نصير 20 بدعمكم، وان شاء الله بنحقق حلمنا. بالنسبه لتحديات اليوم يا شباب اللي هو اليوم التحديات سقوط التلج، التحدي سهل جدا وبسيط، كل عليك انك انت تلعب سكواد او تلعب دو مع صديق من اصدقائك، وبعد منه اول ما ينزل نوك احد صديق من اصدقائك تعمل له ريفايف لحتى يخلص معك على التحدي. مطلوب منك تعمل 3 مرات ريفايف لصديق داخل اللعبة، ولكن هن مو محددين انه هو صديق او لا، ممكن تلعب تجرب بالعشوائي، لانه بعض التعليقات عم تجيني تحت بالفيديوهات عم يقولوا لي انه انا ما عندي اصدقاء مشان خلص هذا التحدي. فيا صاحبي لو انت ما عندك اصدقاء انا بلعب معك وبتشرف فيك، فوت لعندي على الديسكورد حاكيني على الديسكورد ونلعب مع بعض على البث المباشر يوميا الساعة 9 بتوقيت مصر. فهذا التحدي كل عليك انك انت تعمل ريفايف لصديقك لما ينزل نوك 3 مرات وبخلص معك هذا التحدي، وبتاخذ من وراها لودينج سكرين. هذا لليوم الثامن ويوم ان شاء الله 26/12/2020. هيك بالنسبة لهذا التحدي شرحناه بكل بساطة وبكل سهولة، ولكن الموضوع الجديد اللي بنحكي عليه احنا السيارة نزلت معنا بالابديت القديم اللي هو كان برقم 15.10، نزل معنا داخل ملفات اللعبة سيارة بهذا الشكل مثل مظاهر امامكم، ولكن احنا ما اخذنا على الموضوع وفكرناها للسيف ذا وورد او فكرناها شيء جديد نازل هيك وخالص يعني ما حينزل معنا باللعبة، ولكن حاليا اكدها واحد من المسربين الكبار المعروفين بلعبة فورتنايت اللي بجيب اخباره من داخل الشركة وليس من الملفات، وبعد منها تحدث الملف معنا داخل ملفات اللعبة باسم الباتل رويال. يعني هذا الملف تحدث معنا داخل ملفات الباتل رويال وليس ملفات السيف زون، فمشان هيك انا حبيت احكي عن هذا الموضوع بعد ما تأكدت من هالمعلومة. يعني التحديث تقريبا صلوا اكتر من اسبوع ونص او اسبوعين ما يقارب هيك شيء، وما حكيت انا عن هذا الموضوع ولا نزلته بالتسريبات، لانه فعليا هذا الشيء كان موجود داخل ملفات اللعبة، ولكن مو معروف لمين، مو معروف للسيف ذا وورد الباتل رويال، مو معروف لاي شيء، ولا معروف شو شغلته هذا الملف. بعد ما فك تشفير الملف وتظبط وعمل له ابديت هالفترة من يومين صار له ابديت وتحديثات، عرفنا انه هذا الملف داخل ملفات الباتل رويال. فممكن نشوف هاي السيارة بالباتل رويال مع التحديثات القادمة، ممكن تكون مدموجة مع السلاح اللي كان ينحط بقاعدة مثل مظاهر امامكم، وممكن يكون مثلا هو سيارة مدموجة الله اعلم. وفي بعض الناس اللي هن اقترحوا شيء جديد اللي هو بداخل اللعبة، بتتذكروا ايام وقت كان معنا تعديلات المظلة وكان معنا تعديلات السكن تبع مايا، في ناس اقترحت موضوع جديد اللي هو تعديل السيارات داخل اللعبة، يعني كأنك عم تلعب نيد فور سبيد ماست وانتد بتعدل على السيارة مثل ما بدك وبكيفك. مثل مظاهر امامكم هذا والاقتراح كان من احد اللاعبين، وليكون عندكم فكرة معظم السكنات اللي عم تنزل بالايتم شوب بتقدر تقول 30% مقترحة من احد المصممين، وهذا الشخص كان من اشهر المصممين اللي هو شركة فورتنايت، اخذت له سكنات ونزلتها لداخل اللعبة. واخر سكن نزل معنا اللي هو سكن هذا الجنية اللي له 3 ستايلات كان من تصميم هذا الشخص، فشركة فورتنايت بتاخذ من تصميمات اللاعبين او تصميمات الناس بشكل عام، فهذا الشخص كان من احد مصممين السكنات، والشركة كانت تسمع له برأيه وتنزل له سكنات كتير داخل اللعبة. ونفس الموضوع صمموا هاي السيارة فكتبوا له انه احنا حابين نشوف تعديل السيارات داخل اللعبة، وحابين نشوف انه احنا نعدل السيارة بمزاجنا وبالوان اللي احنا بنحبها. يعني تقريبا بتصير مثل ببجي لما انت تركب سيارة بتتلون السيارة تبعك وبتصير لونها مثلا مثل اللي انت ملونها ومزبطها. هذا هو بالنسبة لموضوعنا اليوم وبالنسبة لشرح التحدي التامل لتحديات سقوط التلج يوم 26/12. فكنت دعم بالاتم شوب، ولا تنسوا اللايك والتعليق ليوصل لكل مكان هذا الفيديو، وشكرا لكم وبرعاية الله.